السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه احنا وانتم بنحتفل بانتصارات اكتوبر، عشان الانتصارات دايما حاجه حلوه في حياه الانسان. فالانسان لو انتصر على المرض، انتصر على الجهل، انتصر على الفقر، انتصر في اي موقع من المواقع اكيد بيبقى سعيد. وعشان احنا النهارده معانا تحدي ومعانا انتصار، انتصار من نوع خاص. دايما الانسان لو انتصر على شهواته كمان بيبقى انسان قوي. والنهارده في ذكرى الانتصارات احنا النهارده اخترنا لكم موضوع مهم جدا، موضوع ازاي تنتصر على شهوة الطعام. وشهوة الطعام مش بس ان هي بتدينا بعض المتعة، لكن احيانا بتكون سبب في اذى كبير جدا لما نفرط فيها. عشان كده النهارده انا وانتو بنرحب طبعا انا عايز اقول لكم ان شاء الله احنا الفقره دي هتبقى ثابته معانا. هنستنى طبعا تواصلكم معانا وتليفوناتكم، علشان انا جايبه لكم النهارده تحدي خاص جدا ان شاء الله نوصل بيه لانتصار، ما يعني انتصار من الانتصارات الكبيره جدا هتبقى في حياتنا برضو، وهو الانتصار على السمنه. والنهارده برحب انا وانتم بخبيره التغذيه سمر عبد الصمد اللي منوراني النهارده. اهلا وسهلا يا دكتور. ازيك؟ عامله ايه يا منور؟ الحمد لله. اول حاجه انا بس علشان احنا النهارده في انتصارات حرب اكتوبر، كل سنه وانت طيبه. عايزه اقول لك ان انا كنت عملت دايت الفتره اللي فاتت وفعلا وصلت الوزن مثالي. يعني بدات من كنت 76 كيلو، بعدين وصلت لبقيت 60 كيلو، فنزلت 17 كيلو في حوالي شهرين او 3 شهور. فده كان انجاز كبير جدا لان انا طبعا سني فوق ال 40، فالحرقه عندي ضعيف، فكنت قلقانه جدا يا دكتور. لكن ومع الوقت دلوقتي رجعت اكل تاني وحاسه ان انا هرجع اتخن من الاول، لاني ما عرفتش اثبت ومش عارفه امشي على نظام ازاي. فانا عارفه ان عندكم في المركز انتوا يعني محققين حالات، فانا جايه لك اهو لوك وانا تخنت تاني اصلا بقى بسبب المشكله دي. يعني طبعا مؤخرا بالذات في ناس كتير بتلجا للاكل علشان الضغوط اللي هم بيقابلوها طبعا على مدار اليوم، شغل ومواصلات وبيت، وما بقاش في وقت الناس تعمل اي رياضه من اي نوع خالص. والحمد لله، الحمد لله، يعني احنا الحمد لله وصلنا للحلول الكويسه جدا جدا جدا، والحلول سهله جدا 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 جدا. سهله؟ سهلا. انا بس بدايه انا عايزه اتعرف بالمركز بتاعكم، ايه طبيعه المركز؟ بصي، المركز بتاعنا شعاره صحتك خط احمر ريد لاين، ونحط تحتيها كذا خط، لان صحتك اول ما بتتعب شويه ما بتبقيش قادره تعملي. يعني لو جالك شويه برد بتحسي ان انت مش قادره تنزلي الشغل، مش قادره تقومي حتى من السرير، بتحسي ان انت متضايقه ومخنوقه. فاهم حاجه اصلا في حياتك، يعني اسم المركز ريد لاين نسبه للشعار بتاع المركز. بالظبط كده. احنا اهم حاجه في حياتنا ان انت، احنا عايزين نستمتع بالحياه كلنا، عايزين نروح الشغل واحنا مبسوطين، عايزين نروح نستمتع بوقتنا مع عائلتنا، مع ولادنا، مع بابانا، مع مامتنا، نبقى على طول عايشين مستريحين ومبسوطين. طبعا من اهم الاسباب اللي بتخلي البني ادم مبسوط ان هو يحس ان هو شكله كويس، الشيب بتاعه كويس. انا عايزه ابقى زي كده يا دكتور، لو سمعت، انا عايزه ابقى ثبتيك وكده عامله زي الدكتور. صدقيني بس الحوار سهل جدا والله بجد. انت كل اللي عليكي تعمليه ان انت تنظمي اكلك. يعني احنا مش عايزين ناكل كتير، انا بحب الاكل جدا جدا. او انت لسه قايله لي فوق انا من عشاق الاكل. من عشاق الاكل ايه؟ بحب الاكل جدا. الحوار سهل جدا. احنا الحمد لله يعني كويس ان احنا مثلا بنتشغل شويه في الشغل، في شويه في البيت، فده مش هيخليكي تلجئي دايما للاكل. انت بتلجئي للاكل لما بتبقي متضايقه، بتاكلي كتير لما بتبقي متضايقه، لكن انت لو بصيتي فيها تلاقي ان انت ما عندكيش وقت كتير ان انت تاكلي بكمية كبيرة، او تقعدي تاكلي. هو ده في خطر، انا بطول الوقت بلقط كده. بالظبط، هي دي الفكرة. لكن احنا عايزين، عارفة مش بتشوفي كده دايما الاكل بيتعرض بطريقة حلوة كده وجميلة، زي الخضار، زي الفاكهة. احنا عايزين نبص للاكل بيتعرض بشكل جميل بس للحاجات الصحية، مش عايزين نشوف الاكل اللي بيتعرض بشكل حلو زي الاكل اللي هو الوجبات السريعة اللي هي من بره. احنا طول ما احنا ماشيين كده. بالظبط. فطبعا تشوفي الاعلان وانت رايحة الشغل، ايه ده نفسي تروح على طول دليفري. بصي، هي حلول سهلة جدا جدا. يعني مثلا انت لما تشوفي حاجة زي كده فتجوعي شويه، فعلشان ما تاكليش حاجه مثلا تضر جسمك او بكميه كبيره، ممكن مثلا نلجا لكوبايتين ميه
قبل الاكل بحيث ان انت تملي المعده، فلما تيجي تاكلي ما تاكليش بكميه كبيره وتاكلي اللي انت عايزاه. ممكن ازود الميه ولا هما كوبايتين كفايه علشان ما نفسي ما تهنى؟ لا لا لا، كوبايتين كفايه. ممكن تزودي بقى حاجات تانية لو انت بصي، طبعا بتعتمد من شخص للتاني على حسب الوزن بتاعك. لو انت اوريدي من النوع اللي بياكل كتير فاه طبعا هتحتاجي تزودي حاجات زي كده، هتحتاجي تزودي مثلا ميه، تاكلي سلطه، الحاجات الثقيله والمضره تخليها دايما في الاخر حتى لو انت بتحبيها جدا. انت كده كده هتاكلي منها، بس هتاكلي منها اخر كميه صغيره بالظبط كده بعد ما اكون مليت كل المساحه بالظبط كده. وطبعا بقى في حاجات احنا بنلجا ليها اللي هي زي الكبسولات، نقط، حاجات بتفتت الدهون وبتحرق. ما انا كنت لسه هقول لك يا دكتور احنا عايزين نحرق بقى، احنا المفروض ان احنا عايزين حاجات تحرق الدهون. طب احنا بنروح الجيم ولا حاجه، هنحرق ازاي من الكبسولات دي؟ الكبسولات دي هي كلها حاجات طبيعيه والحمد لله العلم يعني توصل لحاجات رهيبه في حاجات زي كده وكلها حاجات طبيعيه. طب ما انت عارفه ان الاشاعات بتقول ان الحاجات دي مضره وبتجيب كانسر. لا الحمد لله احنا الحاجات دي اوريدي مجربينها بقالنا كتير جدا ومع ناس كتير جدا الحمد لله. طبعا الحاجات دي احنا لجأنا لها هنا في مصر لان انت مثلا في اي بلاد تانية الحياه ممكن تبقى اسهل من كده شويه. يعني مثلا الناس عندها وقت تروح الجيم مثلا، يا اما الصبح يا اما بيل في وقت. يعني انا لما سافرت بره كان عندي وقت والجيم بيبقى متوفر في اماكن كتيره جدا. لكن اسهل حاجه انك تمشي، يعني بتشوفي مناظر تحفه وبتبقي ماشيه براحتك جدا. هنا نمشي هنا انت ما بتلحقيش ولا هتلحقي تمشي ده العيال ولا مش هقدر. بس هو الحوار سهل جدا. في كمان حاجه احنا لازم ناخد بالنا منها، الريجيم اللي انا ممكن امشي عليه انت ما ينفعش تمشي عليه. ارجوكي ده انت بالزبط. لازم تقولي كده لانه انا الناس مبهدلني لما خسيت. انت خسيتي ازاي؟ ليه مش عايزه تقولي لنا الحاجه اللي خسيتي عليها؟ لا ما ينفعش. لا ما ينفعش. انت كده ممكن تبقي بتضريهم، هم كمان ما عندهمش. ما بقولش ما لما يزعلوا بقى بس ما بقولش. هم لازم يبقوا مع اخصائي. اولا احنا بنحدد الاول في حاجه اسمها بي ام اي. كنت لسه اسالك ايه البي ام اي ده؟ بي ام اي مقياس كتله الجسم، بودي ماس اندكس. كل اللي بنعمله ان احنا بنشوف وزنك قد ايه، طولك قد ايه، وبنشوف بقى البي ام اي بتاعك ده، بنشوف هل هو طبيعي نورمال، اوفر ويت، في سمنه او في سمنه مفرطه. النورمال ويت اللي هو بيبقى ما بين 18 و 25 اللي هو يبقى وزنك ده النورمال. زياده؟ لا ما بين 18 يبقى وزني 18 كيلو. لا لا البي ام اي. البي ام اي كتله الجسم بالظبط. ما بين 18 و 25 ده النورمال. ده انت كده كويسه جدا. لكن بقى لو لقينا ان انت اعلى من كده بتبتدي بقى تشوفي بقى النظام اللي انت هتتبعيه. هتقللي اكل قد ايه، هتبتدي تاخدي مثلا كبسوله. النقط في حاجه حلوه قوي قوي اسمها جرين كوفي او القهوه الخضراء. دي ممكن تشربيها بالليل بحيث ان هي تفتت الدهون وتحرق الجسم بالليل وانت نايمه. بس بمستوى معين بحيث ان انت ما تبقيش بتحرقي قوي، لان كمان بيبقى فيه شويه نمو وانت نايمه بالليل، فلازم يبقى بليفل معين. يعني لازم حتى الجرين كافي ديت اسال خبير تغذيه يقول لي اخد قد ايه منها، ولا هي فنجان واحد وخلاص؟ لا انت ممكن تاخدي فنجان واحد بالليل وخلاص. بس هي كده كده طبعا ما بتعملش ارق يا دكتور، عشان اصلا كلنا عارفين ان القهوة بتعمل ارق. لا 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 لا، دي حاجه صحيه جدا جدا جدا. هي معموله علشان تساعد على حرق الدهون وعلى تسخين الجسم. يعني بدل انت ما بتروحي تعملي رياضه مثلا علشان تتمرني بقى تمرني جسمك وعضلاته كده عشان جسمك يسخن وتبتدي بقى الحرق بالظبط كده. ساعتها احنا ما عندناش الفرصه دي خالص دلوقتي، على مدار يومنا صعب جدا. عشان كده بقى بنبتدي نلجا للحلول دي. وكمان لازم 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 ناخد بالنا من الاكل اللي احنا بناكله. احنا طبعا عندنا اكلات دسمه وتقيله كتير، هو ده المطبخ المصري بالظبط. فلازم نقلل من ده. لازم ناخد بالنا، انا لازم اخد بالي من صحتي انا علشان ابقى عايشه مبسوطه ومستريحه وخفيفه. ولازم اخد بالي من صحه ولادي جدا جدا جدا. ما ينفعش من وهم صغيرين اعودهم على الاكل التقيل وعلى
اكل كتير الاثنين احنا كده بنضر اولادنا جدا. خلي بالك ان الاكل الكتير ده بيعمل امراض كتير. احنا اهم حاجه طول الوقت الام عماله تضغط البيبي وال احنا لازم نخلص الطبق كله وتحط له تاني ونخلص. لا كل طفل يعني احنا لما يشبع خلاص هو اكل، ما دام اكل خلاص مش لازم ياكل كتير. انت كده هتخلي معدته تقعد تستوعب اكل زياده وتخن والمعده بتفتح بالظبط، ودي بتعمل ودي بتعمل امراض طبعا. ما هو انت ليه لما بتقللي اكلك خلاص بتاخدي على ان الكميه قليله. هي لما هتزودي الاكل طبعا انت كده بتساعدي ان انت بتمدد بالظبط كده بتتمدد بالظبط. طيب هي التشخيص الحاله بيبقى ازاي بقى؟ يعني حضرتك اول ما بتشوفي شخص تقولي لا ده عنده سمنه مفرطه ده سمنه عاديه ازاي؟ هي وحدة مقياس الجسم او كتلة الجسم اللي هي البي ام اي، هي ديت بس بالظبط. لكن مش الميزان زي ما احنا كنا فاكرين. ما هو الميزان بيحدد لك الوزن كله على بعضه. يعني البي ام اي دي برضو بتحدد الوزن؟ الوزن والطول، احنا بنحددها على اساس الوزن والطول. اللي هو هما اللي لكن هي اسمها لكن هي اسمها مقياس كتلة الجسم. يعني العضلات طب ما في ناس عندها عضلات وبتوزن يا دكتور وبيبقى ما بقاش عندها دهون، دي بقى برضو بتبقى ونحس بتكتل الجسم عندها. لا بيبقى عندهم دهون طبعا، بس هو كل بني ادم بمقياس مختلف عن التاني. واللي بيفرق في حاجه زي كده على فكره الطول، يعني الطول والعرض كل ده طبعا بيفرق. طيب الحرق بقى بيحصل بالعضلات والغدد؟ يعني الحرق بيحصل اللي بتبقى انهي حاجه اللي تعلي معايا الحرق مع الكبسوله؟ الرياضه ولا ان انا يعني اعمل ايه؟ اصل الرياضه مش كل الناس تنفع معاها الرياضه. صح، بصي هو كده المفروض ان الغدد المفروض ان هي عند كل بني ادم بتشتغل بحيث ان هي تساعد على الحرق اللي بيحصل في جسم البني ادم. انت بتروح تلعبي رياضه عن طريق ان انت بتعملي مثلا ستريتشنج للعضلات بتاعتك كلها، فبتبتدي جسمك يسخن وتحرقي، والغدد طبعا هي بتساعد على كده. لكن في ناس الغدد ما بتشتغلش عندها بشكل طبيعي، فهم مهما قعدوا يعملوا رياضه، وكمان لو ناس يعني عندها سمنه مفرطه الرياضه اصلا بالنسبه لهم هتبقى صعبه، هتبقى صعبه على جسمهم جدا جدا جدا. فاحنا لازم الاول نسهل عليهم حاجه زي كده من خلال الكبسولات، من خلال النقط، من خلال كريمات موضوعيه بتتحط على المناطق المليانه اللي في الجسم، بحيث ان هي بتسخن الدهون اللي موجوده تحت المنطقه دي، فتبتدي تحرق ويبتدي الوزن يقل في المناطق دي زيها زي طبعا الكبسولات والنقط. طيب احنا هنكمل كلامنا بس ناخد علياء من القاهره. السلام عليكم يا علياء. وعليكم السلام. اهلا يا حبيبتي، انت معايا على الهواء، اتفضلي. اهلا بحضرتك، ممكن اتكلم الدكتوره؟ يا حبيبتي معاكي، اتفضلي. ازيك يا علياء؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اتفضلي سؤالك يا علياء. بصي هو بخصوص الموضوع الكتله اللي حضرتك بتتكلمي فيه، هو انا كده برضو يعني انا مش فاهمه اذا كان وزني كويس ولا دي حاجه وحشه ولا ايه، علشان انا مش فاهمه. انت طولك كام يا علياء؟ انا طولي 165 والوزن 90. تمام، 165 والوزن 90. طيب يعني تقريبا البي ام اي بتاعها في حدود 32 33. لا يبقى لا، هي كده تبقى فوق الطبيعي طبعا، ولازم تبتدي تاخد بالها كويس جدا 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 من صحتها، ولازم تبتدي تعمل الريجيم، ولازم ناخد بالنا من الاكل اللي احنا بناكله. بصي علياء، يعني انا عايزاكي تتواصلي معايا او انا هاخد رقمك، بحس ان احنا الارقام ظاهرة على الشاشة دلوقتي. يا علياء انتي معانا؟ انا معاكي، يعني انا اتصل على الارقام دي على طول. انا عايزاكي تتواصلي معايا وهقولك تعملي ايه بالظبط علشان تقدري تنزلي من وزن، لان انتي لازم فعلا تبتدي تنزلي وزن ضروري. ده كده عندها زيادة قد ايه دكتور؟ احنا قلنا 33 والطبيعي ما بين 18 و 25. يعني عندها 8 تقريبا 8 كيلو. بس هي محتاجه تنزل طبعا، يعني لازم محتاجه خلاص تنزل. تمام، انا هتواصل مع حضرتك. خلاص الارقام هي ظاهره على الشاشه، وهي تحتاج بقى كبسولات او جرين كافي زي حضرتك بتقولي كده، ولا ممكن بالدايت بس؟ والله احنا الاول عايزين نعرف هي يومها بيبقى ماشي ازاي. هل هي بتعمل رياضه، حركه، قاعده في البيت، بتنزل تروح الشغل، الحاجات دي طبعا كلها بتساعد شويه. فبنشوف الاول يومها بيبقى ماشي ازاي،
وبنشوف بقى الكورس اللي هنتابعه معاها. طبعا كده كده الاكل والطريقه الغذائيه اللي هي بتمشي بيها طبعا لازم تاخد بالها منها بعد كده. لكن بالمره بقى لها تتعامل مع خبرات تغذيه عارفين الموضوع هيمشوها صح وعلى اسس. بالنسبه للكبسولات والنقط والجرين كوفي طبعا احنا بقى بنقول لها الكورس اللي هتمشي عليه هيبقى هتاخده بمعدل قد ايه, وطبعا ان شاء الله بيعمل معها يعني 8 دول في قد ايه يا دكتور؟ يعني انا عايزه اعرف عشان كده انا عايزه انزل 8 كيلو ففي خلال قد ايه كده ممكن لو هي التزمت وحضرتك حطيت لها نظام كويس في قد ايه تقريبا؟ لا 8 كيلو ده ممكن ياخد شهر شهرين بالكتير قوي يعني وان شاء الله تنزلهم يعني. وطبعا يعني الاحسن ان هي تبقى ما بين ال 18 وال 25 مش اللي هو نبقى بالظبط على ال 25 تنزل شويه عشان لو لخبطت ولا حاجه بالظبط كده. لان انت اكيد اوقات كده هتشوفي تبقي معدية من جنب مطعم مثلا اكله انت بتحبيها ممكن نفسك تروح ليها. فاحنا عايزين ناخد بالنا دايما من صحتنا ان احنا حتى لو زدنا شويه نبقى برضو ستيل في الرينج العادي بالظبط. طيب ايه الفي في باي في 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 بي ايه ده بقى؟ مش سامع حاجه. اسمه فايس فيرتشو باندلز يعني احنا بيبقى خليط كده ما بين الاكل اللي انت بتحبيه يعني ان انت تاكلي من غير ما تحرمي نفسك. ده رجيم من غير بالظبط كده. اصلا احنا عشان نعمل رجيم لازم نتحرم ونتوجع ويصعب علينا ما تاكلوا غزول. ما انا قلت لك في الاول بقى احنا هنخس بس من غير ما نحرم جدا. الحوار سهل جدا جدا جدا. يعني لما تعملي الحاجه وانت يعني حاسه ان في سهوله في الاداء مش زي مثلا ما هتنزلي الجيم زي ما هتضغطي على نفسك ان انت تقللي الاكل جامد مره واحده هتحسي وتشوفي النتيجه كمان في نفس الوقت هتلاقي نفسك مبسوطه هتبقى مبسوطه ان انت وهيبقى عندك ثقه في الكورس اللي انت متابعاه ده. فهو ده اللي احنا عايزين نوصل له. احنا عايزين الناس توصل لاحسن نتيجه بسهوله من غير ما انا اصعب يا دكتور ان انا اعمل رياضه عشان اخس ولا ان انا امشي على الكورس؟ أنهي متعب أكتر بجد؟ ما هو احنا عملنا الكورس ده علشان نعوض ان مفيش وقت للرياضة. بالظبط. فهو اكيد الكورس طبعا اسهل بس طبعا ده ما يمنعش ان الرياضة حاجة مهمة. يعني انا لو عندي وقت طبعا اروح اعمل رياضة لان ده طبعا هيساعد العضلات يعني ان هي تبقى مرنة اكتر. دي حاجة بقى ايه لصحتي انا. لكن لو هنتكلم على التخسيس بس فطبعا الكورس كافي وكويس جدا جدا جدا. الكورس كافي. بيعمل ايه يا دكتور بقى؟ بيسد الشهية؟ بيسد شهية وكمان بيحرق الدهون بتاعة الجسم. فانتي فهو اكشلي يعني اتنين في واحد يعني انت كانك نزلتي الجيم وفي نفس الوقت انت ما بقيتيش بتاكلي كتير. فهو ده اللي هو ده كل اللي الناس عايزينه بالظبط. هو ده اللي كل الناس عايزينه. عشان كده احنا مثلا طب وربات البيوت برضو انت عارفه بيبقوا قاعدين كتير والحركه بتاعتهم قليله ده ممكن الكورس ده يساعدهم؟ اكيد الكورس ده ممتاز لكل الناس بنات اولاد ستات بتشتغل او قاعده في البيت. خلي بالك دلوقتي الست بتحب تشوف نفسها حلوه طول الوقت فبتبقى عايزه تلس عايزه تحط ميك اب عايزه هتنزل مثلا تجيب فستان عندها فرح. البنت المليانه طبعا بتقعد تلف السبع دخان وما بتلاقي ما تستجراش تفكر فيها اصلا مثلا بس هي اصلا بتتعب علشان تلاقي حاجه على مقاسها. فان هي تبقى شايفه نفسها حلوه ويبقى الحوار سهل ان انت تنزلي تجيبي الهدوم مفيش ديفوهات بقى مش عايزه بالظبط ان هي تبقى شايفه ان هي حلوه ده كان كافي جدا جدا جدا. الرجاله على فكره نفس الكلام لان الرجاله مؤخرا بيهتموا بجمالهم لا وكمان بقوا بيخانوا عن زمان لان دلوقتي الراجل شخصيا ما بيتحركش كتير بينزل يركب العربيه يروح الشغل يركب بالظبط. فالرجاله نفسهم انا بسمعها كتير جدا بقوا بيشتكوا ان هم وزنهم بيزيد حتى لو وزنهم مش سمنه مفرطه بس سمنه الرجاله نفسهم كلها بتيجي في البطن في الكيش بالظبط. اكل الشارع قعدة مكتب قعدة بيت كل الكلام ده حتى الرجالة بقوا مخنوقين ان هم قاعدين بيتخانوا وبيملوا فهم برضو عايزين حلول سريعة وما بقوش قادرين يروحوا الجيم زي زمان مثلا. فحتى الراجل دلوقتي يعني مثلا انا بقابل ناس مثلا
مش عارف يلبس مش لاقي مقاسه عايز ينزل البحر وما بقاش بينزل علشان علشان بالظبط كده. اه والله بجد. على فكره الرجاله كمان بقى عندهم مشكله كبيره جدا في مساله السمنه. فطبعا الكورس ده بيساعد الست والراجل بطريقه فعاله جدا جدا, والنتيجه اللي في الاخر ان انت بعديها بنفسيتك بتتحسن كتير, وهو ده اللي الناس طبعا ده انا النهارده وزنت نفسي لقيت كام كيلو زياده, عندي اكتئاب وجاب متنيل كده جدا. اتضايقتي, لكن انت مش عايزه كده, انت عايزه تبقي مبسوطه, عايزه تبقي مبسوطه بنفسك, عايزه تبقي حاسه ان صحتك كويسه بالاكل حلو. ما انا ما بقولكيش ما تاكليش, بس انا بقولك كل اللي انت عايزاه. يعني الكورس بتاعكو اكل وخس بس مش هتاكلي كتير. بس خلي بالك هقولك على حاجه, ما تحرمش من حاجه. بس ما انا هقولك برضو على حاجه, ما انت هتاكلي وما تحرميش نفسك من حاجه. بس احنا مثلا سي مثلا انت بتحبي الستيك او المكرونه, يعني عايزين بتحب المكرونه بتحب لان انا ابني كمان بيحب المكرونه جدا. هنبتدي ناكل مثلا, قبل عملنا المكرونه الباستا الحلوه اللي انت بتحبيها بالصوص اللي انت بتحبيه, هنعمل جنبيها بقى ايه طبق سلطه حلو, وانواعها كتير, فانت هتجددي من نوع السلطه كل شويه عشان ما تنسقيش. هتعملي نوع سلطه حلو بالدريسنج اللي انت بتحبيه, وهتبتدي بكوبايتين ميه زي ما قلت لك, وبعد كده تاكلي السلطه بتاعتك الجميله الالوانها جميله اللي مامتي بتعملها. وهتبتدي بقى تاكلي في المكرونه او الباستا, هتلاقي نفسك بتاكلي كوشه. طبعا احنا زي ما هنرجع تاني مع الناس, كوبايتين الميه وبعدين طبق السلطه وبعدين نبتدي ناكل في المكرونه, مش هيبقى فيه بالظبط. وبقى ونطلب بقى المساعده مثلا من اهلنا او من اصحابنا. احنا دلوقتي عايزين دلوقتي اروح اقول لماما, ماما انا هبتدي اعمل دايت, انا عايزه الاكله الفلانيه والفلانيه. والحمد لله امهاتنا هم بيحبوا المطبخ وبيحبوا يخترعوا حاجات وبيحبوا يتفرجوا على حاجات جديده. فانا هقول لها لو سمحتي ساعديني, لو سمحتي انا عايزه, لو سمحتي ما تعمليش منبر لما اقول لك ان انا قررت اعمل النهارده اول يوم دايت تقومي عامله لي منبر ما قوموش. لا والله هتلاقيها هي بتدور معاكي على الحاجات اللي انت طالباها منها, الحاجات الحلوه هتلاقيها هي بتساعدك في كل الحاجات دي. والله ربنا يخليكي قولي للامهات يا دكتور. لو سمحتوا الامهات والجدات, الاكل عايزينه صحي, نقلل الكوليسترول, نقلل الكميات, وهم كده كده بيحبوا الاكل وهياكلوا ما تقلقوش خالص يعني, وهنوفر. احنا يعني احنا النهارده لسه بنقول يا هادي مع دكتوره سما, لسه بنفتح المواضيع واضح ان هي عسل كده, وهنبقى في لينك ان شاء الله, وهنقول معلومات مفيده بقى من اول بقى ان شاء الله الاسبوع الجاي. هنفتح بقى الملف بتاعنا بقى ايه باستفاضه ان شاء الله. نورتيني وشرفتي احلى حياه دكتوره سمر عبد الصمد, خبيره التغذيه ومركز ريد لاين للتخسيس. الارقام على الشاشه علشان نساعد بعض, يعني امهات تساعدنا واحنا نساعد بعض كلنا. شكرا جزيلا دكتوره سمر, ميرسي جدا. انا وصلت لنهايه فقرتي النهارده, الفقره كانت جميله وخدنا فيها نصايح مفيده, لكن انا بوعدكم ان احنا خلاص هنبدا التحدي. انا الخمسة ستة كيلو اللي زدتهم هي دكتوره سمر مسؤوله تخليني سمباتيك زيها كده وخس, وان شاء الله هتشوفوا النتيجه كل اسبوع مع بعض. يلا بينا نبدا تحدي التخسيس علشان ننتصر على السمنه زي ما انتصرنا في حرب اكتوبر. يلا بينا دايما نبقى في صحه وسعاده علشان نعيش احلى حياه. هسيبكم النهارده, اشوفكم بكره على خير, وسلام, وحتى القاكم غدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.